وياخذوا موقف واضح. راهو كرة القدم نعاود، راهو كرة القدم ما تنجمش تلعبها من غير تيرانات نتاع كورة. وقتاش ناخذوا موقف نقولوا اي انتوا باش نتلاو تيرانات زياد زياد لحظة نتاع كورة، ما عندكش تيرانات نتاع كورة، ماكش تشرى كورة باهية، ماكش تشرى دي زاتاكون، ماكش تشرى الموقف. دي واحد يبدا يدريب بالكورة وطلعت له زياد زياد. فما نقطة أخيرة نحب نعمل نداء تريتو، راهو عندنا ملاعبية اليوم ليبر، ملاعبية ما لقاش بالصح دي كونترا. علاش؟ غراس الملاعبية زيرية مع احترامي لهم، غراس الملاعبية اللي باين نعرف وضعية تاع الملاعبية اليوم ما عادش قالتين حتى على اللي باش يكون الثامن في الانتدابات. اليوم علاش القانون هذا؟ اقتل الملاعبية في تونس، اقتل الملاعبية في تونس، وانت اقتل الملاعبية في تونس. اعطيني الزيرية اللي نجحوا في تونس، فما فضيل مغاريا، فما بغداد بونجيا، فما بلال بلسنة، فما بلايلي البلايلي، وفما جابوا شوية جابوا شوية وبلايلي شوية شوية. هذا معنا سوبر كوب، عمل ماتش بالكدا وعمل كذا، عم باش كسر الدنيا. فضيل مغاريا البلايلي وبغداد بونجيا، معناها انت تشوف لو نومبر دي زالجيريان اللي جاوا مع احترامي باش ما يقولوش. وقتاش ياخذ زيري مثلا اخواتنا واصحابنا وملاعبيه نتاع كوره وخيط، ما دخلوش، ما عملوش السياسه، ما دخلوش كيفاش شعب وشعب ولا لا. خلينا نحكي كوره كوره نحكي كوره. وقتاش كانوا خير منا في الكوره؟ ربي زيد معناها كيفاش نجيبوا معناها النومبر نتاع الماتشات، معناها النومبر نتاع لي جوار اللي جاوا يخلصوا معناها في مئات الملايين معناها في العام. علاش؟ بور كيل غيزون؟ علاش معناها علاش؟ ما احتراماتي من الحال اخواتنا، والله العظيم اخواتنا ومحبه صادقه زاد من كل قلبي، لكن ليه موش خير منا الكره القهويه؟ هما صفوا منها هي الحكايه هذيا، هما تحسنوا الشتي الشتي مشى الواحد شفت النيفو نتاعو بدران ناسيونال. لا نحن حضروا فهمني كيفاش توكي، ونحن جوهرتنا مش قاعدين يلعبوا، نحن مش قاعدين يلعبوا.